السلام عليكم خواتاتي وخوتي في الله، كي دايرين؟ لاباس؟ هانيين صحة؟ لاباس؟ نتمنى يدخل لكم هذا الفيديو بخير وبألف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله وصفة اليوم غادي تكون عبارة عن تحلية او ديسير. هنايا غادي نشوف المقادير. هنايا عندي يطر حليب، 6 معالق سكر، هنايا عندي 6 معالق كبار نشا او مايزينا، معلقة كبيرة ديال الزبدة، ولاغوم ديال الفاني. بسم الله على بركة الله. هنايا اول حاجة غادي نجبد كاسرول، غادي ندير فيها داك اليطر ديال الحليب، وعندي ندير 6 معالق كبار سكر، وغادي نزيد عليهم هنايا 6 معالق كبار مايزينا او النشا، وغادي نزيد هنايا معلقة كبيرة ديال لاغوم والزبدة حتى للتالي، ونديرها وغادي نخلط مليح حتى هذيك المايزينا تذوب لينا. ومن بعد اخواتاتي هنا نحطها فوق النار، وما خاصكمش تريدوا بالتخلاط باش ما تحرقش لكم لتحت. وغادي نحرك حتى يعقد لينا الخليط. وانا هنا يا اخواتاتي راني درت كميه كبيره، انتم لا بغيتو ديروا نصف الكميه. غير دير هذوك الفقاعات، طفيو النار وزيدوا هذيك المعلقه كبيره ديال الزبده وحركوا مليح. وغادي نجيب واحد سلاديه ونكبوه فيها، كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي راه الكريمه ديالي راه تبان رطبه ليس هكا خاصها تكون. وغادي نجيب هنايا سلوفان وخاص نديرو عليها باش ما يدخلناش الريح، باش ما يديرناش ديك القشره الفوق، خاصكم تلصقوا السلوفان معاها وتخليوها تبرد مليح على جهه. لا كنتو مقلقين ديروها في الكونجيلاتور خاصها تبرد لكم، لا ما كنتوش مقلقين حطوها على جهه تبرد على خاطرها. وهنايا عندي جوج باكيات ديال الكريمه، كل وحده فيها 200 مليلتر 200 مليلتر، هنا دروك عندي 400 مليلتر. وغادي نزيد عليهم 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وغادي نطلع على شونتي عادي حتى توقف لينا لا كريم. وهنا يا خواتاتي ها طلعت ليا الكريم، ودركا خواتاتي ها هي الكريم اللي وجدتها في الاول، بردت مليح. غادي نجيب الدراب الكهربائي،
غادي نخلطها مليح حتى تولي لنا رطبه. ومن بعد ما خدمت الكريمه مليح هنايا غادي نجيب لا شانتيي وغادي نديرها فوق الكريمه. شوفوا كنا ندير نخلط من فوق للتحت باش ما نهرسوش الكريمه. هنايا ديروا شويه مر شويه، ديروا شويه وحركوا غير بشويه من فوق للتحت، عاوتاني ديروا شويه وحركوا من فوق للتحت حتى تكملوا الكريمه كامل. وها هي اخواتاتي الكريمة ديالنا واجدة. وغادي نجيب واحد لابوش جوتابل وغادي نعمر فيها الكريمة. وشوفوا الكريمة كي تبان ليس رطبة. وانايا هنا اختاريت نديرهم في كؤوس، نتوما ديرهم في ما بغيتو في ليفيرين ولا اي حاجه، داكشي اختياري. وهنايا عندي بسكوي ما راهم مهرسي شويه، ماشي مهرس مهرس بزاف، وغادي نديرهم في الكؤوس لتحت. وهنايا غادي ندير الطبقه الاولى ديال الكريمه. خواتاتي هنا عندي فرومبواز وهذا الشيء اختياري، نتوما بغيتو ديروا اي فخوي، بغيتو ديروا شوكولا بانان، هذاك الشيء اختياري. وغادي نزيد هنايا الطبقه الزوجه ديال لاكريم. وهنا يا اخواتاتي غادي نجيب معلقه وغادي نقاد لاكريم شويه. وكما قلت لكم راه التزيين راه اختياري. وهنايا غادي نزيد الطبقه الاخيره ديال الفرومبواز. وها هي اخواتاتي هنا التحليه ديالنا واجده، تاكلوها بالصحه والهنا. وراها الكريمه راها تجي رطبه مخيره. وانا غادي نجيب واحد المعلقه وتشوفوا معايا، شوفوا القوام ديالها كي جا، وتاكلوها بالصحه والهنا. وخليتكم على خير حتى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.